حياكم الله في دوري جميل. الفوز ملك للجميع والخسارة تعلق على رقبة أحدهما، كانافارو ودونيس في ليلة صعبة، فهل اختارا الاسم والشكل المناسب في لعبة نقاط؟ وواقع تاريخ سيكتب عما يحدث اليوم. الثاني يواجه السادس، مراكز لا حساب لها في تاريخ الديربي بعد ماجد ويوسف والجمعان والجابر، وقائمة طويلة كتبها التاريخ الذهبي للديربي. اليوم 11 لاعبا في كل ناحية سيكتبون تاريخ لا ينسى، فماذا هم كاتبون؟ كل أنظار تتجه اليوم للرياض في أجواء ماطرة نعيشها معا لمتعة الدوري، النصر والهلال في العاصمة الرياض على استاد الملك فهد الدولي في تمام الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة. التاريخ يقول أن رقم الأهلي 46 في أمان، فآخر فوز القادسية كان في أكتوبر عام 2004، ولكن هذه اللعبة لا تعطي إلا من يعطيها. الأهلي المتصدر وحلم الدوري، كيف سيتعامل مع النقاط الصعبة وصعوبة القادسية أمام الفرق الكبيرة؟ هذا ما نتابعه على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجوهرة المشعة في الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة عبر القناة الثانية. أيضاً ستكون تغطية متواصلة مع مراسلينا في الملعب. الطرف الأول في هذه المواجهة فريق النصر، والتي تعتبر هذه المواجهة بمثابة مفترق الطرق إذا ما أراد السيد كانافارو العودة إلى مسار الانتصارات من الباب الكبير من باب الهلال. على أي حال لن يكون هناك اليوم تيفو للجماهير الحاضرة للمعتاد طبعا في المباريات الماضية، ستكون هذه الأعلام الهلالية والنصراوية هي من ستستقبل اللاعبين عند نزولهم إلى أرضية الملعب. ذكريات عديدة تعيد لنا أمجاد الماضي تحديدا على ملعب استاد الملك فهد الدولي. بالنسبة للجماهير سنقول لهم من سيفرح ومن سيحزن، في النهاية هذا هو حال كرة القدم. هذه هي الأجواء التي سنتابعها هذه الليلة، وأيضا ملعب برو مع الزميل مسفر الخثعمي وتغطية متواصلة، وأيضا سيكون معنا الخبير التحكيمي الكابتن سعد كميل لكل الحالات الجدلية في هذه المواجهات. تغطية ضخمة لقمة فخمة تجمع النصر والهلال، كلنا في انتظار البداية. بكم من جديد. تأجلت الجولة السابعة الصعبة لتكون في هذا التوقيت مع ختام القسم الأول، الختام مسك بمباراة الجولة النصر والهلال. قبل أن نعيش الرياض كيف تمر هذه الساعات القليلة وقبل انطلاقة الديربي ندخل في التفاصيل أكثر. أرحب بمحلل قنوات MBC برو سبورتس الكابتن خالد شنيف. على جاي بدري اليوم. جاي بدري مرة. ماخذ تاي بتال بعد. صاير قوي اليوم. تستاهل بتال. إيه. أعطانا هدية اليوم. تستاهل هدية. لونها أحمر طبعًا. عاد الله يعيننا على ردودك القوية اليوم. ما دائمًا هرد عليك رد قوي، بس أبو عبد العزيز اليوم رحبنا أسبوع كامل ماخذ إجازة ومرتاح. إجازة بعد أسبوع يا خالد، أنا قلت لك. يعني بعد أسبوع فعلًا شاق كان. أهلا وسهلا فيك كابتن محمد دايع. هلا هلا. ليلة صعبة أنت تعرفها، أنت عايش تفاصيلها. أكيد الليلة.